الاهلي بنشكره طبعا، شرف كبير ليا عامة ان انا اكون سفير بالنيابة عن نادي المقاولين. بتمنى ان يكون المهرجان ناجح ان شاء الله باذن الله، ورسالة توصل للعالم كله لنبذ التعصب ويبقى فيه سلام دايما. بتمنى ان شاء الله باذن الله يكون المهرجان ناجح ان شاء الله. كمان عايز اتكلم على الشعار من اجل السلام واختيار النادي الاهلي ودوره الوطني في هذا التوقيت. يمكن الارهاب ينال من كل الدول وحاجه صعبه جدا طبعا، لكن انت شايف يا كابتن احمد، كابتن فاروق طبعا شايف ان النادي الاهلي اختياره هذا التوقيت ودور الاهلي الوطني من خلال خبراتك شايفه عامل ازاي؟ اكيد طبعا النادي الاهلي نادي كبير، دايما مواقفه كبيره. النهارده طبعا بنخلص التعازي للناس كنيسه طبعا اللي في حلوان وكده. النادي كبير بمواقفه زي النهارده كده، عامل مهرجان كبير. دايما بنشوف النادي الاهلي بيبقى ليه مواقف مختلفه تماما عن بقيه الانديه التانيه. شايف النهارده ان شاء الله باذن الله الرساله توصل للعالم كله ان شاء الله باذن الله، وكون ان شاء الله لز التعصب ويبقى في سلام دايما في العالم ان شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. كل الشكر طبعا كابتن محمد فاروق، احد نجوم فريق المقاولين العرب، واكيد طبعا زي ما بنقول نجوم النادي الاهلي وغير النادي الاهلي والدوري المصري.